السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله وآله وصحبه أجمعين. نرحب بكم في بلديتكم، في بيتكم، بلدية حنحول. وقبل أن نبدأ نطلب من الجميع الوقوف دقيقة وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء. أخرى نرحب بكم في بلديتكم، بلدية حنحول، في هذا الاجتماع الجامع الجميل الذي يضم فعاليات حنحول ومؤسساتها ووجهاء العشائر في حنحول. هذا الاجتماع الذي تنوي بلدية حنحول أن يتكرر دوما وأن تكون في صورة الوضع بشكل دائم، يعني راح نثقل عليكم شوية ودائما راح نجتمع احنا وياكم. اهلا وسهلا. ولن يكون طبعا الهدف في هذا الاجتماع لا سمح الله هو التشهير او اي شيء يجرح الغير، بل وضعكم في صوره وضع البلديه الدائم من اليوم وحتى انتهاء فتره بلديه حنحول او مجلس بلديه حنحول الحالي. نعم.